اهلا بكم اصدقائي الاعزاء، معنا مزيكا جميل من نماذج تحت العقل. صديقتنا الجميلة رغم اصابتها بشلل العصبي في قعدة ساكنة تعيش حياتها بكل سعادة تستمتع بيها. جمع بينها وبين احد اصدقاء قصة حب وقرروا الارتباط. صديقتنا الجميلة رغم التحديات الكتير اللي بتواجهها وقدرتها وعزيمتها تتحدى عقد وتواجهها بكل شجاعة وإصرار، وبمنع قدراتها الخاصة كان دافع ليها إن هي تتغلب على العائق وتواجهها بكل إصرار وعزيمة. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على الحياة، قادرين على الحب وعلى العطاء، قادرين على إنهم يعيشوا حياة طبيعية مثل الآخرين رغم ألمهم ومعاناتهم. قوة إرادتهم وعزيمتهم بيواجهوا كل صعب بكل شجاعة